حياكم الله مشاهدين ومتابعين تلفزيون دولة الكويت، نصبح عليكم بالخير والسرور من خلال برنامجكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا كويت. للأسف الشديد التزايد في أعداد حالات العناية المركزة يدعو إلى القلق، وهو يتزامن مع التصاعد في منحنى الإصابات. وخير طريق لمواجهة هذا الفيروس والخروج من الجائحة يكمن في المبادرة بتلقي اللقاح. بالبداية أكيد أصبح على الزملاء هاشم وأحمد. صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا الكرام، وصباح مميز على كل مشاهدينا أينما كنتم. طبعا بأن لا سبيل للتقليل من حالات العناية المركزة سوى بانخفاض أعداد الإصابات، وهذا لن يتأتى إلا بالمداومة على تطبيق الخطوات الوقائية على الأفراد والمؤسسات كافة والمبادرة إلى تلقي التطعيم. وأصبح على زميلها هاشم. صباحك بالخير أخوي أحمد، صباح الخير ورود، وصباح الخير للسادة المشاهدين. ومثل ما سبقوني الزملاء الأعزاء بالتحذير من خطورة الأوضاع الحالية، نجد وزارة الصحة جدد باستمرار دعواتها للجميع بضرورة الالتزام بالاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والمبادرة إلى التسجيل في موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية. مثل ما عودناكم نبتدي أولى فقراتنا مع أحوال الطقس والزميل ضرار العلي. نقول لي صباحك بالخير. صباح الخير وصبح بالخير على المشاهدين الكرام. لاحظنا يمكن خلال الأيام اللي طافت الحرارة زادت، لكن اليوم هل راح تزيد درجة الحرارة وكم فرق عن الأيام اللي طافت؟ لتفاصيل أكثر حول الطقس المتوقع اليوم والأيام المقبلة تابعونا بعد هذا الفاصل. صباح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام مرة ثانية. والطقس الحالي في مدينة الكويت طقس معتدل حاليا، درجة الحرارة الحالية ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية حاليا 50%، أما الرياح حاليا فجنوبية سرعتها 15 كيلومتر في الساعة، الرؤية الأفقية حاليا 9 كيلو. أما الطقس المتوقع لاحظوا ياكم الشاشة الخارجية حاليا القيوم العالية موجودة في سماء دولة الكويت، أيضا الرؤية الأفقية حاليا ممتازة تتراوح ما بين 9 إلى 10 كيلو. مثل ما قلت رياح جنوبية حاليا سرعتها 15 كيلومتر في الساعة، استمرار الرياح الجنوبية خلال فترة النهار. لاحظوا ياكم حاليا على الشاشة أيضا البحر حاليا هادئ خاصة على الشواطئ، من المتوقع أن تزيد سرعة الرياح تدريجيا اليوم، وطقس راح يكون حار خلال فترة النهار. متوقع درجة الحرارة العظمى أن تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الجنوبية راح تكون جنوبية غربية أيضا معتدلة إلى نشطة السرعة أو شديدة السرعة، قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومتر في الساعة اليوم. طقس راح يكون مغبر اليوم، بالإضافة إلى انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة على المناطق البرية والمكشوفة. لذلك نوه الأخوة قاعدين المركبات على الطرق السريعة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض الرؤية الأفقية، كذلك الأخوة مرتادين البحر أخذ الحيطة والحذر وتأجيل أي نشاط بحري إلى خلال هاليومين، لذلك أو بسبب ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 7 أقدام. يستمر الهواء أو نشاط الهواء إلى الليلة بإذن الله، راح يكون ما بين 20 إلى 60 كيلومتر في الساعة، مثيرة للأتربة خاصة على المناطق المكشوفة. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 23 درجة مئوية، وطقس معتدل راح يكون خلال فترة الليل. أما حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة راح يكون خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا ما بين 3 إلى 7 أقدام. المد الأول بإذن الله الساعة 11 أو 10 من صباح اليوم، المد الثاني الساعة 56 دقيقة من مساء اليوم، الجزر الأول الساعة 31 دقيقة بعد ظهر اليوم، والجزر الثاني الساعة 3:45 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة. أما موعد غروب الشمس وأذان المغرب اليوم إن شاء الله الساعة 6 دقيقة، أذان الفجر باكر بإذن الله الساعة 4:27 دقيقة، شروق الشمس باكر بإذن الله الساعة 5:47 دقيقة.
ني وياكم للطقس المتوقع خلال الايام المقبله. مثل ما قلنا اليوم طقس مغبر ايضا باكر، راح تكون سرعه الرياح خفيفه الى او معتدله الى نشطه السرعه، تتراوح سرعتها ما بين 20 الى 50 كيلومتر في الساعه، لكن الهواء راح يتحول الى شمالي غربي. ايضا موجه غبار راح تكون موجوده ويانا، لذلك ننوه الاخوه ايضا اللي يعانون من الربو والحساسيه اخذ الادويه الوقائيه، و ان اساس لا تزيد عليهم نوبات الربو والحساسيه. درجه الحراره راح تنخفض يوم الخميس معدل 10 درجات، متوقع العظمى ان تصل الى 32 درجه مئويه. طقس مائل للحراره راح يكون، وايضا الصغرى راح تكون 23 درجه مئويه، طقس معتدل. ايضا انخفاض في درجه الحراره 30 درجه مئويه راح تكون يوم الجمعه العظمى، والصغرى تنخفض الى 18 درجه مئويه. راح يكون الهواء شمالي الى شمالي شرقي خفيف الى معتدل السرعه، تتراوح سرعتها ما بين 8 الى 30 كم في الساعه. قد يكون هناك بعض الغبار العالق يوم الجمعه، لكن الرؤيه راح تتحسن تدريجيا. ويوم السبت باذن الله راح يكون الهواء شمالي غربي ايضا خفيف الى معتدل السرعه ما بين 10 الى 30 كم في الساعه، ودرجه الحراره العظمى المتوقعه 33 درجه مئويه، تنخفض الصغرى الى 19 درجة مئوية. كانت هذه النشرة الجوية أعزائي المشاهدين، والله تعالى أعلى وأعلم. والآن العودة إلى الزملاء لتكملة باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت. الوباء؟ لا، إذا ليش بتتساهل؟ خلك نفس ما أنت، محافظ على الإجراءات، خلك نفس ما أنت، متعاون، لأن الأنانية انهيار. التزامنا مسؤولية وطنية. مشاهدينا الأعزاء، من حالة الطقس نتعرف على الحالة المرورية بديرتنا الحبيبة الكويت مع المقدم عثمان محمد غريب من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. صباح الورد المقدم عثمان. صباح النور، نصبح الجميع ونتمنى إن شاء الله يوم موفق ويوم جميل إن شاء الله لجميع المواطنين والمقيمين. ودائما نتعرف على حركة الشوارع من خلال تواجدنا الميداني في شوارع دولتنا الحبيبة الكويت. ولكن قبل أن نبتدي بحركة الشوارع نشكر أخونا ضرار العلي على التنويه في جانب مستخدمين الطريق شمال جنوب البلاد بضرورة توخي الحيطة والحذر، وكذلك مرتادين البحر، فأمر ضروري جدا ومن واجبها أيضا الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني دائما تنوه على أحوال الطقس، وعلى المواطن والمقيم ضرورة التأكد من أحوال الطقس في مثل هذه الرحلات، إذا كان بيروح بحر لأي بيروح مثلا شمال أو جنوب البلاد للمزرعة لأي كان، ضرورة الانتباه، وخاصة أيضا مرتادين الطريق اللي داومون في شمال جنوب البلاد تنويههم بالتزامهم وتوخي الحيطة والحذر. بالنسبة لموقعنا الحالي دوار البدع موقع حيوي للاستعانة بالتصوير الجوي، تشوفون الحركة المرورية الانسيابية موجودة على هذا الموقع. كذلك ايضا اخواننا مستخدمين طريق فيحيل السريع، اذا بنتكلم على هذا الطريق نشوف الكثافه موجوده على مدخل الدار الرابع فقط. بالنسبه الى شارع الغوص وهو شارع موازي لطريق الملك فهد طريق فيحيل، ايضا الانسيابيه موجوده، كذلك طريق الملك فهد الانسيابيه موجوده باستثناء مدخل الدائري الرابع. واذا بنتكلم على الدائري الرابع ما بين منطقه حولي والجابريه الكثافه موجوده بالاتجاهين. كذلك ايضا اخواننا مستخدمين اللي هو طريق الدائري السابع ما فيه كثافه تذكر، ولكن ننوه بان طريق مسموح للشاحنات، طريق عليه اعمال تطوير، وبالتالي انتباههم والتزامهم. اخواننا مستخدمين الدار السادس نوهنا من قبل، والاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني نوهت على اعمال التطوير الموجوده على الدار السادس والكثافه الموجوده، وخاصه ما بين منطقه جنوب السره ومنطقه صبحان، فبالتالي نحتاج ايضا من قائدي المركبات قد ما يقدرون يحاولوا يتجنبون دخولهم في هذا الموقع من الدار السادس، والاستعانه بطريق بديل الدار الخامس طريق الدار السابع اذا كانوا بالتجهين الى جنوب الى محافظه الجهره او باتجاه الجهره.
بالنسبة للبلاغات لا ولله الحمد ما في أي بلاغات يعني لحوادث جسيمة، شغلات حوادث بسيطة تم التعامل معها. ولكن قبل أن أختم معاكم مشاهدينا، نكرر لكل مواطن كل مقيم ضرورة الانتباه أثناء القيادة، وخاصة في شمال وجنوب البلاد المناطق المفتوحة، وكذلك أيضا تأكد من أرصاد الجو أول بأول. مشاهدينا نشكركم على المتابعة، ونستكمل معاكم باقي فقرات برنامج صباح الخير كويت مع الزملاء داخل الاستديو. يتم التخلص منه عن طريق التطعيم لحد من انتشار المرض. يعني مثلا اعطيك مثال، ليش ما عندنا درن بالكويت؟ في درن بس خفيف، لان الناس معظم المجتمع مطعم منه. ليش ما نشوف وايد حالات كبد وبائي؟ لان الناس تاخذ تطعيم حق الكبد الوبائي. وجود اللقاح هو الامل في خروجنا من الجائحه. كثره الاصابات تقوي الفيروس وتعطيه مجال انه يتطور، وتصير له طفرات تخليه يقوى ويعادي ناس أكثر. أي ممارسة طبية ما تمارس إلا إذا في شيء اسمه evidence based medicine، أو اللي هو بالعربي اسمه الطب المسند بالدليل. تأكد إحنا ما أخذنا لقاح إلا إحنا متأكدين فيه في إثبات علمي أو evidence based medicine يثبته. والدي الله يحفظه كان رافض إنه يطعم، كان رفضه مبني على فيديوهات اللي توصلها بواتساب وإلى آخره. وبس الحمد لله يعني اقتنع بالحجة وشاف تأثيرها عليه، عقب ما أنا أخذت التطعيم واقتنع وسجل وأخذ التطعيم. التطعيمات مايت إلى دولة الكويت إلا بعد ما أثبتت شيئين مهمين، فاعليتها ومأمونيتها. يعني تقعد لقاح كمية رهيبة بالمجتمع، فما تقدر تدخل لقاح كطبيب أو كمنظومة صحية، منظمة الصحة العالمية مثلا، ما تقدر تسمح باستخدام شيء مو آمن. قبل الفائدة أنت تأكد أنه ما منه ضرر. الأمل في التطعيم، ما في شيء ثاني، ما في. كل الشكر للمقدم عثمان. ومن الحالة المرورية إلى أبرز عناوين صحفنا المحلية لهذا اليوم، واللي تحتوي على العديد من المنشطات. نبدأها مع صحيفة الكويتية. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يعود إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد. وناخذكم ايضا الى طبعا هذا المنشيت، الطيران المدني اعفاء المطعمين القادمين الى البلاد من الحجر المؤسسي. نذهب الى جريده القبس، الجمعيه الكويتيه لجوده التعليم الاختبارات الورقيه تعيد التعليم لمساره الصحيح. وناخذكم ايضا الى هذا المنشيت في جريده القبس، قنصل دوله الكويت في لوس انجلوس فيصل الهولي: لا كويتيين بين ضحايا حادث ولايه كولورادو الأمريكية. وهذا المنشيت أيضا: القوى العاملة لإجراءات اكتملت لاستقدام العمالة المنزلية الفلبينية. ونذهب إلى جريدة الجريدة، الكويت تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا ب 13 حالة وفاة و 1288 إصابة جديدة و 238 في العناية المركزة. وأيضا هذا المنشيت: وزارة الصحة نتابع الدراسات السريرية على لقاحات الأطفال. وأيضا منشيت في جريدة الجريدة: جمعية الهلال الأحمر تحصل على الآيزو لنظم الجودة. وأيضا هذا المنشيت: هلال الساير أول جمعية خيرية تنال الشهادة في الخليج والشرق الأوسط. نذهب إلى جريدة الرأي الشايع: دعم الاتحادات المنتجة وجهودها لتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار أسعار المواد الغذائية بمشاركة 158 شخصا عن بعد. 54 جهة تدربت على حق الاطلاع على المعلومات في نزاهة. ونذهب أيضا إلى جريدة النهار: الحملة الوطنية للتوعية بمرض سرطان كان سرطان القولون والمستقيم في المرتبة الأولى بين الرجال في الكويت. وهذا المنشيت في طبعا هذه الجريدة: انطلاق مؤتمر التربية المقارنة للنظر في الإصلاح التعليمي في دول الخليج تحت عنوان إعادة النظر في الإصلاح التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرة على الماضي لإعلام
المستقبل. هكذا انتهت المانشيتات في بعض أخبار صحفنا المحلية لهذا اليوم. خليكم معنا مع برنامج صباح الخير يا كويت، فاصل ونعود. انتشر الفيروس بين أهلك وربعك بسبتك، هل الموضوع مستاهل على حساب صحة الناس؟ ترى الوقاية أولى. التزامنا مسؤولية وطنية. ورجعنا نتواصل معكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت. بلد الإنسانية غرست بابنائها حب عمل الخير ومساعدة الأشقاء والأصدقاء، وبنك الطعام الكويتي واحد من الجهات اللي يهتم بأعمال الخير ويهدف إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد. يا أبو هاشم. بالفعل طبعا هاشم، في إطار دور البنك في تخفيف المعاناة عن كل فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة كورونا، أطلق البنك الكويتي للطعام مشروع عموم الإطعام بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف. لنتعرف أكثر على هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ مشعل الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة. صبحك الله بالخير أستاذ مشعل، حياك الله. بالخير والكرامة، وصبح أحب أصبح الأخوان المشاهدين إن شاء الله. يصبحك مثل أستاذ مشعل. ولو نتكلم من أجل ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، تم إنشاء بنك الطعام الكويتي للطعام. في البداية لو نتكلم أكثر عن أهداف بنك الطعام الكويتي، إيش راح تقول لنا؟ والله شوف، أنا أحب أختصر يعني أهداف البنك الكويتي للطعام والإغاثة في ثلاث أهداف هي أساسية، وهو الهدف الأول من الثلاثة غذاء للمعدة من خلال توفير السلع الغذائية والأطعمة للأسر والعمالة ولكل المحتاجين لهذه من هذا الجانب. والهدف الثاني هو طبعا غذاء للعقل من خلال التوعية والإرشاد بأهمية الحفاظ على الأطعمة وعدم الهدر. وطبعا الغذاء الثالث، الهدف الثالث غذاء الروح من خلال إشراك جميع فئات المجتمع في العمل التطوعي من خلال مشاركتهم مع البنك الكويتي للطعام في جميع أنشطة الخيرية. ممتاز أستاذ مشعل، يمكن احنا في بداية حديثنا وكلامنا عن بنك الإطعام قلنا أن أطلق البنك الكويتي للطعام مشروع عموم الإطعام بالتعاون مع الأمانة العامة طبعا للأوقاف، لو تعرفنا أكثر على هذا المشروع. نعم طبعا، احنا بيننا وبين الأمانة العامة للأوقاف شراكة استراتيجية تمتد يعني عبر 4 سنوات الماضية، وعندنا مشاريع عديدة ننفذها مع الأمانة، من ضمنها مشروع عموم الإطعام اللي يختص بطبعا توزيع سلات غذائية وكوبونات للأسر المتعففة بعد ما يتم طبعا تقديم هذه الأسر عبر الموقع الإلكتروني kuwaitfoodbank.org. يتم طبعا مقابلتهم وبحث حالتهم، ومن ثم طبعا تجهيز عن طريق الأمانة العامة ولا عن طريقنا احنا. احنا اللي نقوم في العمل، الأمانة العامة عليها بس تحول لنا طبعا المبلغ اللي يتم الاتفاق عليه بعد طبعا ما ندز لهم الخطة، وبعدين احنا علينا التنفيذ، والتنفيذ طبعا يمر عبر مراحل اللي هي طبعا تجهيز الحالات وتجهيز الكشوفات، ومن ثم طبعا عملية التوزيع، ونحاول يعني كثر ما نقدر نسرع من العملية، وبالذات الفترة اللي فاتت أزمة كورونا يعني العملية قاعد نحاول كثر ما نقدر نقلل من الطلبات شوية الأوراق الرسمية، لأن الناس باحتياج يعني صحيح. فما نبي نصعب عليهم، والتوزيع مشغال الحمد لله. جميل جدا. إذا لو نتكلم بالتحديد أستاذ مشعل عن تحديد العوائل المستحقة. نعم. إنزين، شلون تحددون العوائل المستحقة، وهل هناك طرق يعني خلنا نقول لمعرفة هذه العوائل الاستفادة من المشروع حق الناس اللي ما تعرف؟ نعم، إحنا عندنا 3 فئات طبعا، الأيتام والأرامل، وعندنا بعدين فئات طبعا المطلقات، وبعدين عندنا ضعاف الدخل. ففي عندنا طبعا هالثلاث فئات، كل فئة منهم تندرج تحتها عدد من الأسر اللي يقدمون عن طريق هذا الباب أو هذه النافذة.
فبعد ما يتم الحصر نشوف طبعا بحث قسم بحث الحالات الإدارة اللي عندنا تبحث حالتهم وتطلع الأكثر احتياجا من خلال الفئات الثلاث ويتم إدراجهم في الكشوف ويتم طبعا تسليم المواد عبر طبعا إجراءات يتم توقيع على الاستلام وكل هالأجراءات هذه تتم تحت إشراف وزارة الشؤون كذلك الاجتماعي والعمل مشكورين بتسهيل جميع التراخيص بسرعة يعني بدأوا يعني إجراءاتهم تكون سريعة جدا بحيث أن إحنا ننجز عملنا بالسرعة القصوى ونوصل طبعا الاحتياجات هذه للأسر بمختلف فئاتها. ممتاز. إن شاء الله إحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك يعني أقل من شهر. بالتأكيد عندكم مشاريع يعني مجهزينها لشهر رمضان يمكن مشاريع خيرية كثيرة. طبعًا تعرف عليه. طبعًا مشاريع رمضان طبعًا أنتم عارفين إفطار الصائم وكذلك السحور صحيح. اللي كان في الأيام يعني في السنين السابقة ولكن هالسنة بسبب كورونا وحتى يعني السنة الماضية بسبب كورونا إن في حتى في بعض الاشتراطات والإجراءات اللي لازم نتبعها وتعليمات وزارة الصحة بخصوص مواجهة هذه الجائحة فإحنا قاعد نحاول نسوي خطة ثانية بتوزيع سلات رمضانية للأسر تكفيهم على منازلهم يعني نعم 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 لأساس نخفف شوية وطريقة التوزيع تكون يعني مختلفة أن يكون في شركات توصل لنا السلات الغذائية للمنازل خففنا من حضورهم سهلنا عليهم وكذلك عملية يعني طريقة جديدة مختلفة عن ما كنا متعودين عليه لتوزيع وجبات إفطار الصائم لأن حاليا يعني وزارة الأوقاف طلعت تعليمات بعدم السماح طبعا بوجبات إفطار الصائم في المساجد نظرا للظروف يعني اللي تمر فيها طبعا من خلال الجائحة هذه الله يرفع عنا وعن العالم أجمع البلاء والوباء فيعني إن شاء الله يعني هذه فترة وإن شاء الله متغيرة إن شاء الله راح تعود الحياة لطبيعتها إن شاء الله بإذن الله كلنا أمل يمكن أنت ذكرت في أحد البنود الثلاثة اللي قلت لنا إياهم في بداية اللقاء أن التثقيف وتوعية شيء ضروري جدا وأحد أهداف البنك الكويتي للطعام والإغاثة خلينا نتكلم على مدى أهمية توعية المجتمع إنزين بهذا الشيء والابتعاد عن الهدر والإسراف والأمور خلنا نقول اللي ما هي محمودة حتى في أخلاقيات ديننا صحيح صحيح طبعا هالجانب هذا جانب التوعوي قمنا فيه طبعا قبل 3 سنوات مع وزارة التربية في للطلبة في المرحلة الابتدائية والمرحلة الروضة يعني صغار لأن الصغار لا زالوا طينة يعني طينة تقدر تشكلها وتقدر تغذيها بالمعلومات صح. فيطلع عندك جيل واعي وعارف بأهمية هذه الأمور وكنا نسوي وعدم الإسراف طبعا فكنا يعني نسويها معهم ولكن قاعد أقول لك هذه الاستثنائية الحالة اللي يمر فيها العالم من جائحة كوفيد 19 عطلت وايد أمور ولكن يعني انتوا قاعد تقومون بدور كبير جدا بالتوعيه من خلال عكس الصوره من خلال يعني استقبالكم للعاملين في القطاع الخيري كذلك انتوا قاعد تقومون بجانب كبير يعني وجزاكم الله خير يعني حق واجب هذا حق الله يرضى عليك استاذ مشعل يمكن دوركم كبير في ازمه كورونا يعني انت الحين صاير لها الازمه هذه تقريبا سنه فاحنا نبي نعرف انتم شنو الدور الفعال اللي سويتوه كامباي في توزيع الطعام وخاصه انه يمكن تاخذين الاشتراطات الصحيه يعني على عاتقكم في نعم. هذا الجانب طبعا يعني اذا بمر مرور كذي السنه اللي فاتت سبحان الله نقدر نختصرها بكلمات بسيطه يعني ابتدينا طبعا بمواجهه هذه الجائحه مع طبعا توجيهات مجلس الوزراء الموقر بخصوص طبعا مشاركه القطاع الخيري في التخفيف عن الضغط اللي يمر فيه طبعا العاملين المتضررين والأسر المتضررة من هذه الجائحة فبدينا طبعا في أعمالنا وأنشطتنا من المحاجر إلى مطار الكويت باستقبال إخواننا وأهلنا العائدين برحلة الإجلاء الكبرى وبعدين انتقلنا إلى التوزيع في محافظات الكويت كلها عن طريق يعني الدليفري أن السلات توصل لبيوتهم يعني كنا مستمرين وأثناء الحظر الجزئي والكلي الحظر الجزئي والمناطقي اللي حصل في مناطق الجيل بيشوخ هذا كنا طبعا بالتنسيق مع الدفاع المدني نوصل ممتاز. الوجبات ومو بس احنا كل يعني الجمعيات الخيرية وكذلك يعني كل العاملين في القطاع الخيري
مشكورين، جزاهم الله خير على المجهود اللي قاموا فيه، ولكن بلدنا تستاهل يعني، وهذه الفرصة أن يلاقيها الواحد أنه يرد أكيد جزء ولو بسيط للكويت. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله ألف خير على الجهود المضنية الجميلة اللي قاعدين تقومون فيها. كل شكر لك الأستاذ مشعل الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة على جيد. شكرا لكم، شكرا لكم. فاصل ونرجع نتواصل معاكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت، خليكم معنا. عرس، حفلة، عزاء، استقبال، الحياة مو واقفة على هالأشياء، بس الحياة واقفة على صحتك، حافظ عليها. التزامنا مسؤولية وطنية. نرحب فيكم مرة ثانية مشاهدين الأعزاء. مثل ما تعرفون كثير من الآباء والأمهات يعانون من عناد أطفالهم. كيف يمكن تعديل سلوكيات الأطفال شديدي العناد واحتوائهم؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى بهذا الخصوص تجيب عليها الدكتورة حنان الناصر. صباح الخير أعزاء المشاهدين. يقول الفيلسوف هيسود: القادة الأفضل يتبعهم الرجال الأفضل. الشخصية القيادية يصنعها شخص قيادي. الشخصية القيادية يكون وراءها محفز ملهم، شخص قيادي. خلونا نتكلم عن الأسرة، خلونا نتكلم عن الأب والأم، كيف نصنع شخصيات قيادية في بيتنا. الشخصية القيادية تحتاج عدة أمور للاهتمام فيها. أولا التركيز على الحب. كثير من الآباء والأمهات يتصفون بفكرة الحب أنها مع العقاب والثواب. إذا أنت خدمتني أو أنت عملت العمل المطلوب إذا أنا أحبك، إذا أنت وقفت عن هذا العمل إذا أنا لا أحبك، وهذه تقلل من ثقة الطفل بنفسه، وهني راح يبدأ يقل في صناعة القادة. الحب له ليست له علاقة في العقاب والثواب. يجب أن تكون المحبة كاملة، ولكن الانتقاد يكون انتقاد على الفعل وليس على الطفل. أولاً زرع المحبة والحب في جميع شخصية الطفل. ثانياً المسؤولية. فكرة الدلال وفكرة الاهتمام بالطفل إنه تعطيه كل اللي يبيه، إنه في حالة الصراخ، في حالة الزعل، في حالة إنه ما يبي يتصرف أي تصرف مطيع إلا ياخذ اللي يبيه، إني أنت تصنع شخصية مدللة، شخصية غير مسؤولة. إذا كبر ما راح يكون شخصية قيادية، راح يدور على أشخاص إنه يهتمون فيه بزيادة. تحمل المسؤولية منذ الصغر، تعلمه من بداية الطفولة إن عليه يتبع أمور. مثلا في الطفل المسؤول لما يكون ينهي أكله إنه هو بنفسه اللي يشيل الصحن أو الأكل. من البداية كمعرفة أنه هو يتحمل مسؤوليته. من البداية أعطيه مهام بسيطة على لعمره علشان أعلمه فكرة جديدة وهي تحمل المسؤولية. هنا أنا قاعد أصنع قائد. لكن تحمل المسؤولية تختلف في شخصية لشخصية من أبنائنا. أبنائنا مختلفين، شخصياتهم مختلفة. في شخصيات لا تتحمل المسؤوليات الكثيرة، في شخصيات تحب المسؤوليات الكثيرة. هني الأب والأم لأنهم هم صانعين القادة يرون ما هي الشخصية اللي أمامه. هذه الشخصية مثلا كثيرة الحركة، هذه الشخصية ما تتحمل مسؤولية بزيادة، لكن هذه الفكرة أخليها في بالي إني أعطيه مهام مثل شخصيته. مهام مثلا إذا كان كثير الحركة أعطيه مهام تتصف بالحركة، تتصف في أمور مثلا يكون معاي في التسوق، في الجمعية، في أقراض البيت، لأنه هو أصلا حركي ويحب الحركة. في شخصية من الطفل تكون لا هادية، بسيطة، مطيعة. هذه الشخصية ممكن أنا أركز عليه في صناعة القادة وأن أخليه شخصية قيادية، أبرز الشخصيات الحلوة فيه، شنو هو يحب، شنو الهوايات اللي يحبها. شخصية مطيعة أعلمه أنه يكون له فكرة الخاص، ما يسمع دائما أفكاري، لأن إذا كمل على هذه الشخصية ممكن يجد أشخاص في الكبر وهم اللي يعطون الأوامر. فيجب أن يكون شخصية مطيعة لكن بطريقته هو بنفسه. صناعة القادة هي شخصية جميلة جدا، تحمل مسؤولية، إبراز نقاط القوة في كل شخص،
هني تقدر تصنع لك شخصية قيادية، ولكن ركز كأب وكأم إنك شلون تصنع شخصية قيادية بتركيز على نقاط القوة وليس نقاط الضعف. مشاهدي الكرام، أصبح عليكم بالخير، أصبح على أحمد وعلى ورود وعلى كل من شاهدنا في الشاشة الفضائية الكويتية. ومثل ما احنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا، لكن احنا اليوم جولة تفتيشية مفاجئة مع بلدية محافظة الفروانية بمنطقة أو في جمعية العمرية التعاونية لتطبيق قرار مجلس الوزراء والاشتراطات الصحية على المحلات التجارية. راح نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. معنا المهندس فهد رمح المويزري، رئيس قسم إزالة المخالفات ورئيس فريق لجنة تنفيذ الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء. مهندس فهد، صبحك الله بالخير ويعطيك العافية وعساكم على القوة. الله يصبحكم بالخير ونشكركم على الاستضافة الكريمة ومرافقتنا بالجولة الميدانية لتنفيذ الاشتراطات الصحية. وانت ودنا نتكلم كبداية، نعرف المشاهد الكريم يعني عن الجولة التفتيشية المفاجئة في جمعية العمرية والحديث حول قرار يعني فتح المحلات التجارية خلال هذه الفترة. نعم، احنا في جولاتنا الميدانية الفرق بلدية محافظة فروانية وجميع المحافظات الخاصة في بلدية الكويت حاليا منتشرة في المحافظات وعلى المناطق التجارية والاستثمارية والأنشطة التجارية لتطبيق والتأكد من التزام أصحاب المحلات في قرارات والسلطة الصحية وقرارات مجلس الوزراء الموقر. فإن شاء الله جولتنا اليوم مفاجئة على جمعية العميرية للتأكد من المحلات في الجمعيات أيضا والتزامهم في قرارات السلطة الصحية من وسل وسبل الوقاية الصحية. نعم. مهندس فهد، لو نتكلم عن يعني احنا قرار مجلس الوزراء بفتح المحلات المطاعم التجارية، المطاعم اللي راح تكون ان شاء الله يعني للساعة 10 بالليل، يعني بعد السماح للمطاعم لتوصيل الطلبات، ما هي آلية العمل والشروط المطلوبة من يعني اصحاب المطاعم؟ طبعا كانت بالمرحلة السابقة الأنشطة التجارية جميعها بدون استثناء تغلق حتى الساعة 4 مساء، من 5 صباحا حتى 4 مساء. اليوم عندنا الأنشطة التجارية سمح لها من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5 مساء باستثناء المطاعم طبعا إلى الساعة 10 ليلا لتوصيل الطلبات، وأيضا يقدمون الخدمة عن طريق الأبواب والدرايفر ثرو دون الدخول أو الجلوس داخل المطاعم. يمكن هذا كان السؤال، يعني هل يسمح مثلا مسموح بالجلوس داخل المطعم أثناء مثلا أخذ طلبي؟ لا، المطعم موجود، هل أنا أقدر أقعد داخل هذا المطعم أخذ الطلب؟ على ما أخذ الطلب أتوكل على الله؟ طبعا اشتراطات الصحية اللي وضعتها السلطة الصحية أن عدم الجلوس في المطاعم، وأيضا القرار الصدر من مدير عام سعادة مدير عام بلدية الكويت بعدم الجلوس داخل المطاعم، يأخذ الطلب من خارج المطعم مثل ما تشوفون في المطاعم اللي احنا متواجدين عندها حاليا، يأخذ الأوردر من عند الباب ويتوكل على الله. مهندس فهد، خلنا نعرف المشاهد أكثر وأكثر، ما هي الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالأنشطة التجارية ويجب اتباعها على صاحب المحل التجاري؟ نعم، طبعا إضافة إلى أوقات العمل اللي حددها مجلس وزراء موقر حتى الساعة 5 مساء، لابد من توفر سبل الوقاية الصحية، منها التباعد مترين بين الزبائن، وأيضا وضع المعقمات وارتداء الكمام بشكل مستمر. أيضا تشوفون الطلبات الخارجية عادة ما تكون في ازدحام عند المحل خارج المحل، احنا دائما نطلب وفق اشتراطات صحية أن يوضع ملصقات أمام المحل لتحديد المسافة الوقوف للزبائن. احنا نشوف يعني حتى صاحب المحل او اصحاب المحلات موجود يقول حاط حاجز انك اذا تبي طلبك خليك برا موجود واحنا ناخذ لك الطلب اللي انت تبيه، يعني ما يقدرون يدخلون داخل، يقدر ياخذ يشوف طلبه، لكن من برا تقدر تاخذ الطلب. نعم صحيح، هو من المفترض انه اذا كان يعني خاصه المطاعم اصحاب المطاعم يوفر له ستاند او طاوله لاخذ الطلبات من الباب او شباك مثل المطاعم التجارية اللي فيها درايفر ثرو، ياخذ الطلب من عند الباب دون الدخول او الجلوس بالمطعم.
مهندس فهد، خلينا ننتقل لموضوع آخر اللي هو يعني الخدمات الصحية الكهربائية، صيانة المصاعد، التكييف، الأعطال المنزلية، شو طريقتها؟ طبعا القرار حط في الاعتبار للطوارئ اللي هي الصيانة المركزية وأيضا المصاعد، هذه الأنشطة مسموح لها من خلال مو فتح المحل، من خلال الصيانة يعني، والكهربائية عن طريق الجمعيات، تكون الصيانة مفتوحة بالجمعيات لخدمة الزبائن 24 ساعة، طبعا بالتنسيق مع الأخوان في وزارة الداخلية. يعطيك العافية المهندس فهد رمح الموزر، رئيس قسم إزالة المخالفات ورئيس فريق لجنة تنفيذ الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء. مشاهدي الكرام، كنا معكم في جولة تفتيشية مفاجئة في جامعة العمرية، وشاهدنا معكم تطبيق الاشتراطات الصحية على المحلات التجارية. راح نرجع إلى أحمد وورود وإلى هاشم لتكملة فقرات برنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا. أيها الأعزاء، يعتمد خبراء الصحة على اختبارات الأجسام المضادة للتحقق مما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا المستجد أم لا، ويكشف اختبار الأجسام المضادة عن الأجسام المضادة المحايدة التي يكونها جسم الإنسان لمحاربة فيروس كورونا من خلال فحص البروتينات الخاصة به. وعشان نتكلم أكثر وأكثر عن اختبار الأجسام المضادة ودوره في جائحة كورونا ومتى يتم اللجوء له ومدى أهميته، ولمعرفة أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتورة هيا الطوالة، استشاري أمراض الفيروسات والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة الكويت ورئيس وحدة مختبر الفيروسات في مركز يعقوب بهبهاني بوزارة الصحة. نقول هاي صبحش بالخير. صباح الخير. صباح الورد، حياك الله دكتورة. يعني في البداية نبي نتكلم أكثر عن اختبار للكشف عن الأجسام المضادة لكوفيد 19 كورونا، فشنو هو اختبار الأجسام المضادة، وهل هو نفس الاختبار المستخدم لتشخيص كورونا كوفيد 19؟ لا، هو لتشخيص كورونا كوفيد 19 محتاجين نسوي البي سي آر. البي سي آر هو أنك تلاقي الفيروس نفسه الجهاز التنفسي مال المريض. نعم. فطبعا تكون في علاقة على طول، يعني من نوع متى ما لقيت الفيروس هذا دليل إنه الفيروس موجود بالجسم، فإن الشخص عنده التهاب كوفيد 19. نعم. بس ممتاز. بالنسبة حق الأجسام المضادة، إحنا ك يعني عندنا كذا محور، يعني جهاز المناعة عندنا في كذا محور، من ضمنها هو الأجسام ان الجسم مالنا يعطينا الاجسام المضاده. الاجسام المضاده هي ان تساعدنا او تساعد جهاز المناعه مالتنا، جهاز المناعه عندنا، انه يحارب الالتهاب كوفيد 19. نعم نعم، ممتاز. زين دكتوره، متى يتم اختبار الاجسام المضاده وليش يعتبر اختبار مهم جدا؟ الاجسام المضاده هي من الاشياء، من احنا مثل ما قلنا عندنا عدة محاور حق الجهاز المناعة. الأجسام المضادة هي المحور اللي احنا نقدر نقيسه بالمختبر. فكون انه يكون موجود بعد إصابة الشخص بكوفيد 19 هذا دليل ان جسمك قاعد يحارب كوفيد 19، وعادة يطلع بعد اسبوع من إصابتك بالمرض. فعشان شي احنا عادة ما نستخدمه بتشخيص المرض، نستخدمه عشان نعرف انت حاشك المرض من قبل ولا لا، او نعم. انه مر عليك اسبوع او اسبوعين بهالحوار يعني. نعم، طبعا نفهم من كلامك ان فحص البي سي ار لاكتشاف فيروس كورونا يختلف عن فحص الاجسام المضاده. إيه. صح، البي سي ار احنا نستخدمه كاجراء تشخيصي. نعم. عشان نشخص الحاله. الاجسام المضاده نستخدمها عشان نشوف انت طورت او ديفلوبت مناعه ضد الكوفيد 19. نعم نعم. طيب دكتورة، إذا نبي نتكلم عن أجهزة الفحص المستخدمة في دولة الكويت ومدى دقتها. صراحة دولة الكويت عندها أكثر الأجهزة المتطورة بالعالم كله، يعني إحنا
اساسا بهالمجال من زمان يعني. كل اللي سويناه ان شرينا المواد اللي نحتاجها عشان نقدر نشخص، والاجهزه موجوده ودقيقه وتعطيك الاجابه بمعظم الحالات. جميل. ممتاز. للأسف دكتورة بعد البدء في التطعيمات بدولة الكويت قمنا نشوف تهاون كبير من البعض في التقيد بالإجراءات الصحية. لو نتكلم عن أهمية التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية وسبب ارتفاع الحالات عندنا، ايش راح تقولي لنا؟ يعني احنا لازم نفهم انه كنا في تطعيم الحين ضد كوفيد 19، لازم نفهم ان هذه بداية النهاية، احنا ما خلصنا للحين، حوارنا مطول شوية مع الكورونا. نعم. فكرة التطعيم إنهم ماخذين جزء من الفيروس، فالفيروس ما راح يعطيك المرض، لأن سوري التطعيم ما راح يعطيك المرض، لأن إحنا ماخذين جزء منه بس، زين؟ وهذا راح مفروض إنه يطور مناعة أجسامنا ضد كوفيد 19، بس لازم نحط ببالنا إن الفاكسين مو قوي لدرجة إنه راح يمنع المناعة، راح يمنع الإصابة تماما. في احتمال كبير إن بس تاخذ التطعيم وبعدين تحوشك الكورونا، هي راح تخفف الأعراض، تخفف أو تقلل نسبة دخولك للمستشفى بسبة الإصابة. فأنت احتمال كبير تكون ماشي يعني عاشت الكورونا وما عندك أعراض، فتعادل اللي حواليك. فإحنا مع التطعيم لازم نستمر بالإجراءات الاحترازية، لازم نلبس ماسكات، نغسل إيدنا، نحاول نبتعد عن الأشخاص اللي ممكن نعاديهم وتصير فيهم إصابة شديدة. فهذا كونك تطعم ما يلغي أنك لازم تلتزم بالإجراءات الاحترازية. نعم نعم، معنى كلامك دكتورة أن التطعيم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي ولبس الكمام وأخذ الحذر. نعم. فهذا كله راح يساعدنا ان احنا، هي الفكره ان نبي نمنع نقل الفيروس من شخص لثاني. انت لما تحمي نفسك وتحمي اللي حواليك بهالطريقه نقدر نقطع مسارها، يعني عشان ما ينتقل من شخص لثاني. اكيد اكيد. طيب دكتوره، في السابق كانت اعداد اصابات الاطفال قليله جدا، لكن مؤخرا حذرت وزاره الصحه في دوله الكويت تضاعف معدلات دخول مرضى كورونا من فئه الاطفال بالاخص. برايك السبب هو تحور في الفيروس او سبب التراخي؟ احنا لازم نحط ببالنا ان الفيروس هذا هو ار ان اي فيروس. نعم. الار ان اي عموما تحب تتغير حسب الأوضاع اللي حواليها، فإذا لقت إيه هي مقاومة من جهة تروح الجهة الثانية تغير شكلها عشان تقدر تعيش على قولتهم. نعم. فهو من اللي قاعد يبين عندنا بالمختبر والأعداد الإصابات اللي قاعد يزيد وتهاون الناس وهالأمور كلها، احتمال كبير إنه يكون الموجود الحين بالكويت هو المتحور. ممتاز. لأن هو بالنسبة حق الفيروس خصوصا الكورونا، بالنسبة حق لما يتغير هذا يساعده أنه ينتقل من شخص لثاني. فمن الميزات المتحورة الحين أنه يصيب الأشخاص اللي عمرهم الصغار يعني، ويزيد دخلتهم المستشفى بنفس الوقت. يعني دكتور احنا نسأل الله أن تنجلي هذه الغمة عن هذه الأمة عاجلا غير آجل يا رب. ونشكرك دكتورة يعني على طلتك معنا، وكل الشكر لك الدكتورة هي الطوالة، استشاري أمراض الفيروسات والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة الكويت ورئيس وحدة مختبر الفيروسات في مركز يعقوب بهبهاني بوزارة الصحة. فاصل ونرجع نتواصل معكم في صباح الخير كويت، خلكم معنا. المعركة ضد كورونا تتطلب جهداً مكثفاً ونفساً طويلاً. سلوكنا اليومي يصنع الفرق والتأثير الملموس. المؤشر على ذلك أرقام الإصابات والوفيات. كلما تحسن المنحنى ارتفع منسوب الأمل. العودة إلى حياتنا الطبيعية مسافة تحقيق الغايات من الحظر. فلنجعل الحظر خياراً لعبور المخاطر.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، ونذكركم بالالتزام وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة. فعلا الالتزام بالإجراءات الاحترازية يساهم بشكل فعال في تخطي هذه الأزمة الصحية والوصول إلى حياتنا الطبيعية بإذن الله. أكيد لنلتزم جميعا لسلامة أنفسنا وسلامة الآخرين للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. مشاهدينا الأعزاء، كانت هذه حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا كويت. لكم تحيات فريق العمل، ونشوفكم باكر بإذن الله، وإلى اللقاء.